كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق مع أحد أعضاء مجلس المفوضين فضلا عن نائب في البرلمان، مؤكدا قيام البرلمان بتحريك 3 دعاوى جزائية ضد المفوضية. شكلنا لجنة مصغرة أيضا هنالك طبعا لمرتين كان هنالك تدوين أقوال مع السيد الكاكائي والآن موجود بالكافتيريا الساعة الثالثة لدينا جلسة تدوين أقواله وكذلك طبعا مع السيد بشعان الجبوري والملف طبعا تقريبا في حدود الاكتمال وقمنا بتحريك 3 دعاوى جزائية على المفوضية سيكون يوم غد يوم حاسم كلفت الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي بتحريك هذه الدعوات الجزائية.